قال القابل على الزواج يعني المقبل على الزواج ما هي النصيحة وما هي الطريقة لاختيار الزوجة؟ الذي يقبل على الزواج يدعو الله تعالى أولا، يدعو الله تعالى أن يوفقه، لأنه لا يعلم الغيب، أن يوفقه لزوجة صالحة. دي واحد. اثنين، هو يستقيم في نفسه. ليه يستقيم في نفسه؟ لأن الله تعالى قال الطيبات للطيبين، بداية الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، أو الطيبون لشنو؟ للطيبات. انت لما تكون في نفسك طيب ومستقيم ان شاء الله توفق للزوجة شنو؟ الصالحة، وتستعين بالله سبحانه وتعالى. بعدين ما تعقد الأمور، شوف انت، وما تتعلق قلبك ده، ما تعلقه بشخص. في فرق يا جماعة بين محبة وبين التعلق، التعلق ده من أخطر الأشياء، في فرق. الله قال في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم شنو؟ مودة ورحمة. والمودة درجة من درجات المحبة، كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ذكر قريب 11 درجة من درجات المحبة، ومنها المودة والرحمة. بعدين تكون عندك رحمة، مش تكون في البيت زول شرس وبرا في المواصلات عامل ظريف. هسي في ناس كذي برا اركب المواصلات تجي بيت عامل ظريف، الله كان تقعدي تقعد ويمكن يدفع لها حق المواصلات، والله امشي البيت صار يوش يقول لك المرة دي ما ضفرتها بتطفرك. يا زول ما كذي شغل، والله الرسول قال خيركم خيركم شنو؟ خيركم لآلي طيبة والنساء وإلى آخره، وقال لك يباح الكذب عديل، وقال لك يباح كما في حديث أم كلثوم رضي الله عنها يباح الكذب، وإن كان بعض العلماء قال المقصود به التعريض إلى آخره والتورية إلى آخره. فأنت بعدين الزوجة تحسن لها وتختار من نفسها الاختيار المناسب، مش أمك ساي أبوك يقول لك والله كان تعرس بيد عمك لا حاجة الشغلة دي، ده من اختياري أنا. ده زي ما ذكر العلماء كابن تيمية رحمه الله وكغيره من العلماء، قالوا ده من اختيار الزوج، ده ما فيه بر، ده ما فيه بر، ما إلا يغصبك يقول لك تتزوج دي ولا ما تتزوج دي. أنت تختار صاحبة الدين والخلق والمؤدبة إلى آخره، والتي تعجبك تعجبك، إذا عجبك مش تقول ساي الله ما ترى هالدنيا دي أيام وكذا، وطبعا مسخن ترى هالدنيا دي أيام، إما تتزوج ثاني تبغى تقبل منها، لا اختار من نفسك، اختار أنت المناسبة والعاجباك عشان بعدين تعينك تغض بصرك، مش تمشي تتلف الثاني. بعدين الزوجة، قال اختيار الزوجة، الزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها. فاظفر بذات الدين تربت شنو؟ يداك. دي أربعة أصلا عادة الناس بيختاروا، يا زول يتزوج امرأة عشان عندها قروش، لقى الله نتزوجها بعدين وإن شاء الله الأمور بتتجيه، وهي عندها شنو؟ عندها عمارة وعندها قروش وعندها عربية وإلى آخره، فده تزوجها عشان المال، وده في النهاية في الغالب الزواج ده بيفشل في الغالب، لأنه بعد شوية بيبقى دارة تعمل أشياء وتديه قروش، والزول اللي بده قروش ده ما في النهاية بيسكت، صح ولا ما صح؟ في الغالب هم يجيب اللبن، يتخيل مرة ترسلك هم يجيب الكذا والخدار ولا آخره والعربية دي كده غسلة، أنت متزوجة بعد الموضوع ده بجوط. فلذلك دي صاحبة المال. صاحبة الجمال يومين ثلاثة بعد ذاك شنو؟ زولك ما بشوفه تاني عادية، ما واصله زي ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من محب يلقى محبوبه إلا ونفسه تتوق إلى غيره. والزول لو فيهم القاعدة دي والفائدة دي قلبه ده بيرتاح، والله الذي لا إله غيره. أي زول يحب له محبوب، مجرد ما وصل للمحبوب، قبل ما يصلوا بشوف إنه السعادة كلها في المحبوب ده، مجرد ما يصلوا بعد ده بيلقى نفسه دايرة شنو؟ دايرة غيره، دايرة غيره. زي هسه كثير من الشباب والله يقول لك أنا بس دار لي عربية، لقيتها تاني ما داير أي شيء في الدنيا دي.
لقى عربيه يقول لك لا يا عربيه ترى العربيه دي ما عادي يا اخي زوج سايقه، بس القى لي عماره، بس لقى عماره والله بس اتزوج، بس اتزوج الله اذا لي وظيفه، لقى وظيفه الله فلان قروش اكثر، بس يا هو كثير من ادم ذاك داير الحاجه شنو الثانيه. قال الا الذي يحب الله ويستانس بالله تعالى، فاذا وجد ربه يعني اقبل عليه واقترب من ربه لا تتوق نفسه الى غيره. واستدل بقوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. فاللي بيفتش للجمال ده براو، احنا ما نقول حرام تفتش الجمال، تفتش والا في الرؤيه الشرعيه عشان تعجبك، لكن ما براو يكفي، مش تشوفه في حفله وعجبتك وتمشي وقروج الدنيا وتمشي وفي نهاية تدفع وتسوي وتعمل، بعد فتره تلقى اخلاقه صعبه، والله الذي لا اله غيره تقول لا كذب. وتشوف دي من علامات التعاسه في المعاصي، تتزوج لك امراه عاصيه والله دي تدعبك في الدنيا، دي تعب، تخليك ماشي براك تلقط في الاكياس، والله الذي لا اله غيره. اه وريتك على اكياس، اكياس ذاته بقت حاجات طويله جدا، والله تقول لا ده كرسي تقول لك لا بمبر، ثاني ما في قفلت الشغل الا تقول ده بمبر، انت عاكسك في اي شيء. نص الليل تقومك تقول لك دار لي سمك، تمشي تجيب السمك تجي قبل الصبح تقول لك هسي في داعي للسمك ده، انت راسك ذاته لما يقرب يتفرطك، والله الذي لا اله غيره. وناس كتار نتصل بهم واحد تلقى زهجان، مالك؟ والله يقول لك المرض حيرتنا ذاته، الله يقول لك يا اخي مشاكل وجوطه وقعدات وبلاوي الى اخره. فانت تتزوج ده ناس للمال وناس للجمال وناس للحسب، ولك هالة كذا وابوه كذا وديل كذا، وناس للدين، والموفق ده اللي بيختار الدين. وما معنى انك تختار الدين الاشياء الثانيه حرام تطلبها، لا، انت شوف مره صاحب الدين ده اول شرط خطو، مره تكون صاحب الدين، بعد ذاك ثاني تشوف المنظر الى اخره والاشياء الاخرى التي يباح لك ان تطلب المراه من اجلها، لكن اولا تختار صاحبة شنو الدين. صاحبة الدين دي شنو؟ دي اول مره تكون بتصلي مش تكون تاركه للصلاه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ومرأة تكون ترتدي الزي الشرعي مش تلقاها متبرجة، لأن الله قال ولا تبرجن تبرج شنو الجاهلية الأولى، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وصاحبة الدين تكون عقيدة صحيحة، ما تكون بتاعة فكية، انت تمشي الشغل وهي مشت للفكيه شغلة بتجوط كذي، والله ماشي وين يا مرة؟ والله ماشي للفكيه، فكيه تسوي عنده شنو؟ فكيه تمشي تكجر جارته وانت ذاتك تسوي لك ورقة تخدها لك تحت المخدة، ثاني تقوم لاف في ساي نص الليل كان ما تحصنت، لكن لو تحصنت ما بتعمل لك شيء. زوج مرأة عندها دين والله تكون عقيدتها صحيحة، مش تزلك مرة شفت عقيدتها ما صحيحة بتزلك، انت ماشي معاه بتنادي راجل ثاني تعتر يا فلان الحقنا، وانت ماشي معاه معناه انت شنو؟ انت معناه ما مالي عينه، والا ليه مشت لرجل اخر الى اخره. ومرة تكون عقيدتها صحيحة، ما تكون بتاعت وداعية وتنادي الشيوخ وتمشي للفكيه شوف ليه الرايحة وين، دي ما يصلح انك تتزوجها، والله لو تزوجها 5 سنة الله ما اداك جنى شغلتك بتجود طوالي، دي بتمشي للفكيه تقول له دار جنى، وما ظنكم بعد ذلك اذا كان بتمشي لرجل تقول له دار جنى، شغلة دي ما بتجود، الموضوع طويل.